ينضم الينا الان دكتور صلاح حافظ نائب رئيس هيئه البترول الاسبق. دكتور صلاح اهلا بك. اهلا بيك. دكتور صلاح، يعني اود الحديث معك عن النقاط او الرسائل الهامه التي تحدث فيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بما دار في اليومين الماضيين عن العقد المتوقع ما بين شركه خاصه مصريه واسرائيليه لاستيراد الغاز. كيف قرات رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاطار؟ هو في معطيات على الساحة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. في عندنا بنية تحتية ومحطات تسييل وتغييز للغاز وشبكة قومية للغاز الطبيعي متصلة بكل المواني وكل المناطق الصناعية وكل محطات الكهرباء. عندنا بنية تحتية كاملة متكاملة إذا استغلناها استغلال صح في استخدام الغاز، غاز الغير، ان احنا نتسلم غاز الغير عن طريق انابيب ونسيلها ونصدرها بره، يبقى دي استفاده كبيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في كمان تحكيم كسبته اسرائيل علينا او شركه اسرائيليه مبلغ كبير، وبقى اصبح دلوقتي فرض علينا ان احنا ندفعه، لان احنا حوالي مليار و300 مليون دولار او مليار و700 زائد 300 مصاريف التحكيم 2 مليار. فدي لازم تتحل، دي مشكله يعني ما لهاش حل ولا استئناف الا انها تدفع او تخش في اتفاق اخر. الحاجه الثالثه ان اي حد في المنطقه عايز يعمل تسهيلات تماثل التسهيلات اللي موجوده في مصر هيتكلف اكثر من 10 مليار دولار او 15 مليار الرقم الادق، ودي طبعا مبلغ كبير جدا بيحتاج الى ترتيبات تمويليه كبيره. فالعمليه يعني متكامله بالنسبه لجميع الاطراف. فاحنا وقانون رابع حاجه قانون للغاز، قانون تنظيم الغاز. تنظيم الغاز. فده بيدي حق القطاع الخاص ان هو يتعامل في هذا المنتج بعيد عن الدوله، والدوله طبعا تعطي الموافقات لانه بيستخدم البنيه التحتيه المملوكه للدوله. طب في هذه النقطه كل دي بقى عملنا اتفاقيه الحقيقه عظيمه صحيح. بكل المقاييس. في هذه النقطه تحديدا يعني اشار الرئيس قال انه هذا الامر سوف يعود بالنفع على البنيه التحتيه الخاصه بالطاقه في مصر، المصانع الخاصه في مصر، لانه يعني مقابل التكرير او مقابل التنقيه او الاساله او غيره من العمليات الخاصه بالمشتقات البتروليه سوف يكون هناك عائد ومردود مادي للحكومه المصريه. في هذه النقطة تحديدا دكتور صلاح، إلى أي مدى هذه العمليات أو الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشبكة الخاصة المصرية للغاز المستورد من الخارج يمكن أن تعظم من العوائد أو النفع على الخزانة المصرية أو الاقتصاد المصري بشكل عام؟ أي منتج بترولي أو غاز بيمر في الشبكة بناخد حقوق مرور، حق مرور، وديت عادة يعني علشان بنوفر بنية تحتية جاهزة فبناخد مقابل. احنا بنسلم الغاز من حقول من الشركة الاسبانية، من حقول اللي في اسرائيل عن طريق الانبوب اللي كان بيستخدم في التصدير. فده قيمته بتبقى اقل. وبعدين لما بيسيل ويتبعت في يرسل يصدر الى السوق المحتاجة للغاز في مراكب مخصوصة مجهزة لحمل الغاز المسال، فدي قيمة مضافة كبيرة بنحطها على الغاز بناخد مقابل ليها. فبناخد مقابل مرور الغاز وبناخد مقابل التسييل علشان التصدير. فدي أرخص يعني في قيمة مضافة في الحالتين. القيمة المضافة دي طبعا بتخش عزات الدولة. طب دكتور صلاح، فيما يتعلق بالسؤال اللي بيتردد في اذهان المصريين انه مع الاكتشافات البتروليه الاخيره وحقل الظهر، وسياده الرئيس اشار الى هذه النقطه لانه البعض يتردد ويتساءل، يعني نحن سوف نحقق الاكتفاء الذاتي عما قريب، لماذا نتجه الى الاستيراد؟ وسياده الرئيس اوضح هذه النقطه للتحول لمركز اقليمي للطاقه. الى اي مدى يمكن ايصال هذه الرساله وهذه الفكره للراي العام المصري الذي قد لا يعرف كثيرا في تعقيدات او حسابات الغاز في المنطقه
بشكل متخصص، كيف يمكن ان نوصل لهذه القول الرسالة؟ القول ان احنا بنستورد غاز ده قول خاطئ. احنا بنستقبل غاز ونعيد تصديره بقيمه مضافه، لكن ما بنستوردش غاز. يعني المصطلح ده يا فندم محتاج مراجعه، مصطلح استيراد الغاز. لا طبعا ما بنستوردش، احنا بنستورد غاز عشان الاحتياج اللي هو مليار حاليا من اماكن اخرى، منها روسيا ومنها الجزائر اعتقد، ديت لغايه ما حقل ظهر يبتدي يصل الى معدلات الانتاج العاليه اللي هي تغطي الاستهلاك وتمكننا من التصدير. انما دلوقتي بنتكلم على مركز لتداول الغاز والطاقه في المنطقه. فاحنا بنستقبل غاز الغير في اي مكان من اي مكان، وبنسيله من صدره. هل ده يعني بيدفعنا الى فكرة تطوير ايضا الشبكة الخاصة او المصانع؟ احنا عندنا مصنعين لإسالة الغاز، لكي نتحول او يعني نمضي قدما في طريق التحول الى مركز اقليمي للطاقة، محتاجين ايضا رفع كفاءة المحطات او اضافة محطات جديدة فيما يتعلق بالإسالة والتكرير وغيره. دي نقطة مهمة جدا فعلا، يعني تطوير القائم والإضافات والصيانة المستمرة ليتحقق الخدمة المطلوبة عالميا يعني. فدي نقطة مهمة جدا، دي لازم تبقى على التوازي. صحيح. من تطوير هذا المركز بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. إذن